فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شركة تقوم ببيع السيارات ثم تقوم باستئجارها من صاحبها لمدة 3 سنوات بمبلغ معلوم، هل تجوز هذه المعاملة؟ جمع بين بيع وإيجار ولا يجوز، لا، نهى عن بيعتين في بيعة، لكان هذا مشترط نبيعها عليك بشرط أنك تأجرنا إياها، هذا حرام ما يجوز، نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. أما إذا باعوها عليه ولا بنيتهم ولا شرطوا عليه أنه يأجرهم ثم بدا لهم أن يستأجروها منه فلا مانع. نعم.